زي ما الحياة إيقاع فالجمال تناسق. أنا لما كنت بشوف تمثال مايكل أنجلو وأبص فيه ودقق ما كنتش بعرف أنا بقول الله ليه، بسقف ليه، بقول الراجل ده عبقري ليه. التناسق. والنهاردة هنعرف مع بعض يعني إيه التناسق، يعني إيه الجمال. النهاردة الحقيقة وأنا بحضر للحلقة لقيت في معاني كتير هتوصلكوا عن الجمال، في بديهيات كتيرة جدا في أدمغة المشاهدين لازم تتغير عن جراحة التجميل، عن شفط الدهون. هنتكلم عن مصطلح جديد خالص اسمه النحت الديناميكي. أنا النهاردة هعرفه وهتعرفوه معايا من الدكتور حسام تحسين، استشاري جراحة التجميل بطب قصر العيني جامعة القاهرة. أهلا بك يا دكتور حسام. أهلا وسهلا دكتور خالد، ربنا يخليك. لما أنت بتشوف تمثال أكيد كجراح تجميل بتبقى مختلف عننا، بتشوفه من زاوية تانية خالص. مش ممكن يكون في تمثال بكرش، تمثال تخين وضخم كده، لكن التناسق، الجمال، هل فعلا الجمال هو التناسق؟ اولا اشكر حضرتك جدا على استضافتك الجميله دي في البرنامج. نورتني الرائع، نورتني يعني برنامج جميل. ودايما شكرا. انا دايما بقول لدكتور خالد منتصر هو رائد الاعلام الطبي ربنا المحترم الراقي، ربنا يخليك. عشان كده دايما شرف لينا دايما ان احنا نكون مع حضرتك، انت منورني، وان احنا دايما يعني نستغل وجود حضرتك في ان احنا نقول احنا بنعمل ايه. شكرا الحديث دكتور حسام. في العالم التناسق هو الاساس. التناسق صح. دايما في ريشيو كده هي 1.618 نسبة معينة. الريشيو دي هي الأطوال الأهرام عليها وهي النسب ما بين أجزاء الوجه المختلفة، وهي النسب ما بين الصباع والإيد والذراع بالكامل، هي النسب بين أجزاء الجسم المختلفة. الريشيو دي الكون كله قائم عليها 1.618 كل حاجة وتلتها تقريبا. التناسق ده هو الأساس، هو اللي يخليني أشوف إيد واحدة أو إيد واحد أو الإيد دي حلوة أو دراع حد أقول شكله أحلى، وده اللي يخلي ناس تكسب مسابقات كمال أجسام ومسابقات الجمال وأنا مش عارف ليه. لأن الريشيو دي مزروعة جوانا. الريشيو دي هي الأساس في كل حاجة في الدنيا، وهي الأساس في الكون. وحتى الريشيو دي اللي هي 1.618 هي اللي بيستخدمها المحللين الاقتصاديين علشان يشوفوا الارتفاع السعري القادم معتبر، يعني هيوصل لحد فين ويقف. سبحان الله. هي ريشيو، هي نسبة عالمية. ده معنى التناسق. التناسق العين بتلقط الريشيو دي في كل حاجة. التناسق في النحت هو الريشيو دي، وانا مش حاسس هي ايه. انا عجبني قوي اطلاق يعني اطباء التجميل واطلاقك على عمليه اللي احنا بنسميها بالبلدي كده شفط الدهون نحت. تمام. لانها فعلا نحت، هي مش مجرد خرطوم بيدخل وشفاطه وخلاص، والا العمليه تحولت الى روتين ممل يعني. تمام. هو فعلا زي ما حضرتك قلت كده، النحت هو الاكسبريشن او المصطلح الجديد في عمليات الجسم كله، في عمليات تنسيق القوام بصفة عامة. يعني هو اسمه كده في كتب جراحة التجميل. اسمه لايبو سكالبتشر. سكالبتشر. أو بادي سكالبتنج. الموضوع تطور طبعا زي ما حضرتك عارف من أوائل القرن الماضي. من شفط فرنسا. الدهون. أيوه بالظبط. إيلوز وفيشر أول ما بدأوا يشفطوا الدهون حتى بكانيولات حادة بدون ما يحقن قبلها أي مخدر موضعي أو مادة تؤدي لانقباض الأوعية الدموية. فكانت الحاجة الشهيرة جدا جدا أول عملية اتعمل لها عملية شفط دهون كانت باليرينا، وكان شفط دهون من الساقين، وأدت في النهاية للأسف أنها فقدت ساقيها. لأن كانت الطريقة لسه في أولها. كانت بدائية كان جدا. بيدخل ويشيل الدهن من جوه زي معلقة كحت يكحت الدهون من تحت الجلد. تطور العلم بشكل مذهل ومهول لحد ما نقول إن إحنا دلوقتي بنشفط الدهون من الجسم من غير ما نطلع نقطة دم، ونقدر نوصل لتناسق ما بين بالسنتي وبالملي بين أجزاء الجسم المختلفة، ونقدر نحصل على شد للجلد جيد جدا.
تطور كبير جدا 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 خلال الكام سنة اللي فاتوا، بالذات العشر سنين الأخرانيين. آخر تطور في الموضوع هو النحت الديناميكي أو الديناميك بادي سكالبتينج، أو ما يطلق عليه الفور دي أو الفورث دايمنشن. إحنا نعرف الثري دي، ثري دايمنشنز، بنشوف عينينا بتلقط ثري دايمنشنز. طب إيه هو البعد الرابع؟ يعني صح. تقول لك أنت يعني يا دكتور حسام اللي اكتشفت البعد الرابع. أيوه. البعد الرابع في جسم الإنسان في شغلنا هو بعد فلسفي، يعني أيوه صح، هو البعد الحركي. يعني إيه؟ يعني أنا أشياء لما ألاقي تماثيل الرومان والإغريق وقبلهم تماثيل الفراعنة، مفيش تمثال ما بيتنحتش ثابت، التمثال متحرك لازم حركة. يعمل حركة، خاصة الإغريق بيمشي، وخاصة الإغريق والرومان. الجريك رومان سيفيلايزيشن دي يمكن إحنا تمثيلنا المصرية ما فيهاش حركة، إحنا التمثال المصري بيتحرك خطوة قدام بس فعلا. لكن الجريك رومان الإغريق والرومان عملوا البعد الحركي، دايما ألاقي التمثال بيتحرك، ألاقي فيه عضلة مشدودة في ناحية من الجسم غير الناحية التانية، شكلهم مختلف عن بعض. أيوة. لأن ده بيتحرك وده ثابت، ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. البعد الحركي يعني لما أجي أنحت جسم الراجل أو الست لازم يكون في دماغي شكل العضلة مش شافت الدهون، لازم أكون عميق في تخيلي وتصوري لشكل الجسم، وليس ان انا مجرد عايز اخلص الدهون الموجوده في المكان ده عشان يعرف يقفل القميص او يقفل البدله او تلبس البنطلون. ده اقل ما يمكن الوصول اليه، لكن الافضل والاحسن ان انا اوصل ان لما يجي يتحرك شكل جسمه يتغير. صح. والديناميكيه بقى في انه يحافظ على الموضوع، بمعنى ان انا حطيت جواك حاجه معينه حضرتك حافظ عليها، والمقوله الشهيره العقل السليم في الجسم السليم. عندنا اتغيرت. ايوه. الجسم السليم في العقل السليم. صح. اللي يحافظ عليه ويخلي باله منه وينميه. جسمنا طول ما هو في عقل ما بيحافظش عليه، بيهيفير بتاعته مش مظبوطه، بياكل غلط، ما بيتمرنش، وعمال يشتغل طول الليل والنهار، الجسم يتعب ويذبل. عشان كده احنا بنقول لايف ستايل. لايف ستايل اسلوب الحياه ده مهم قوي، وانا عارف ان انا لما هقول الكلمه دي انتوا هتقولوا ايوه الدكتور حسام تحسين فعلا بيعبر عن اللي في دماغنا. هقولها لكم، الجناب بنعاني منها كلنا، الحركه، هل عضلات البطن هي الشويه اللي قدام بتوع فورمه مارينا وفورمه المصيف، ولا في عضلات تانية في البطن الدكتور حسام بيفكر فيها وهو بيعمل الجراحة؟ معلش انا قاعد اقرا دماغك يا دكتور حسام. تمام. باخد العضلات عشان الناس دي مهمة جدا للناس. جدا جدا. في مجموعات عضلية رئيسية كبيرة. ايوه. لا يمكن انحت عضلات البطن اللي هي العضلات الامامية او ما يطلق عليها السكس باك ابدومن او مجازا سكس باكس. لا يمكن انحتها من غير منحة العضلات المائلة الأمامية أو الأوبليكس أو ما يطلق عليها الهورن ماسلز أو اللي عاملة زي قرون الغزالة اللي بتبقى نازلة من الجناب ناحية الحوض من قدام. لا يمكن أنحت دي من غير دي. هي الناس متخيلة إنها لا يمكن تطلع إلا في أبطال كمال الأجسام، البني آدم الطبيعي ما بيطلعلوش الجنبين دول. كل الناس عندهم العضلات دي. عند ابطال كمال الاجسام هي اكبر من حجمها الطبيعي شويه نتيجه انه مرنها وطلعها، لكن كلنا زي ما حضرتك عارف تشريحيا عندنا نفس شكل العضلات. المطلوب ان احنا نظهر هذه العضلات لهذا الرجل او لهذه السيده. طبعا نحت في السيدات غير الرجال. صح. الرجال بيبقى فيه بقى السكس باكس والاوبليكس والمنشريات والعضلات المائله العريضه للظهر والعضلات الظهر السفلى وعضلات الذراعين والكتفين والتناسق الكامل مع كل الاجزاء دي في الرجاله. اما في السيدات فهي عضلات البطن الشيك الجميله اللي هي فيها خط في النص وخطين على الجناب وعظمتين الحوض، الستات كلهم بيحبوهم مش عارف ليه بس هي دي فعلا المنظر الرياضي عند الست. عظمتين الحوض اسفل البطن بيكونوا باينين مع كيرف، الست كيرفات، الراجل خطوط، الست كيرفي انما الراجل حاد الخطوط. ايوه. الست وسطها سي كيرف
الظهر يسلم الوسط، والوسط يسلم الحوض، والحوض يسلم الرجلين. لازم كل حاجة الخطوط تترسم مظبوط مع الكيرف الجميل للست. في بقى بروزات الحلوة في السيدة اللي لازم تكون موجودة، اللي هي مش عايزينها في الراجل. ما ينفعش الراجل يكون عنده صدر ولا مؤخرة. لكن السيدة بروز الصدر وبروز المؤخرة عن طريق نقل الدهون من المكان وزراعتها في مكان تاني آخر. ده اللي يدينا ديناميكية جسم الست، هو ده اللي يختلف عن جسم الراجل. النحت الديناميكي، تمام، هو ده اللي احنا قصدين بيه كده، من الكتف للقدم. ما تيجي عمليا نشوف صور كده وتعليق الدكتور حسام عليها. اول صوره معاك يا دكتور حسام. الصوره دي هو ده راجل اللي هو بيناسبهم الفور دي او الديناميك ديفينيشن او النحت الديناميكي. هو راجل بيروح الجيم، بيحاول يتمرن، عنده دهون على منطقه بطنه وصدره وجنابه. زي ما حضرتك اثرت موضوع الجناب ده، كل الرجاله تعاني من الجناب والصدر، ومهما خس يحاول ويخس لانها جينيا المنطقه دي عند ناس كتير جدا فيها جناب، فيها تكدسات دهنيه منطقيه يعني. بنعمله النحت الديناميكي، بنظهر عضلات البطن والصدر والذراعين والوسط، وطبعا نتخلص تماما من جنابه، ويظهر شكله بالشكل دوت بمخدر موضعي تماما في وقت يتراوح. ده برضو صورته من الجنب، هي بقى المذهله. ازاي البطن ده العضله اللي احنا بنقول عليها العضله. شوف باينه ازاي من الجنب. ايوه، عضلات السريتس المنشأ، ودي العضلة، ودي صورة مذهلة أخرى. إزاي عضلات صدره وبطنه والمنشريات والأوبليكس اللي هي العضلة المائلة، العضلة المائلة المائلة الأمامية. أيوة، هنا برضو نشوف إزاي الأوبليكس وعضلات البطن والصدر في واحد بيروح الجيم وبيتمرن، بس برضو مش عارف يتخلص من الدهون المتراكمة في أماكن معينة من الجسم، هيعملها إيه؟ نوقف دقيقة كده يا عادل بس كده، لأن في سؤال مهم جدا أكيد جه في أذهان المشاهدين يا دكتور حسام. دلوقتي حضرتك خدت الدهون، عملت النحت الديناميكي، أظهرت هذه العضلات، طب والجلد المترهل؟ ما هيقول لك يا فرحتي أنا عملت عضلات بس أنا عندي فرق في الجلد هيبان إنه مترهل. ماذا يفعل الدكتور حسام في هذه المشكلة؟ هو في اللي إحنا شفناهم دول مفيش اي ترهل في الجلد، تمام، ببساطه هي دي الاجابه. وفي بعض الحالات اللي بيكون فيها الجلد مترهل لدرجه معينه، درجات البسيطه للمتوسطه من ترهل الجلد، وخاصه في الناس اللي ما فقدوش وزن كبير، يعني واحد مثلا كان 150 كان 160 كيلو وبعدين جاي لي 70 80 كيلو بيقول لي شد لي يا دكتور حسام الجلد من غير ما ما تعمل اي جراحات، لكن لا، ساعتها لازم نعمل جراحات ونشد نقص الجلد الزياده. طب نبدا الفيديو يا عادل من ايوه من هنا. هو في الفيديو ده بنبين نفس الراجل على فكره ان احنا شفناه من شويه، هو بنشوف ازاي بنبدا في النحت الديناميكي اللي بيتم بمخدر موضعي تماما. في المرحله اللي احنا فيها دي الاول حققنا البنج الموضعي، وهنا بنكسر وبندوب الدهون. يعني هو صاحي، هو صاحي تماما، ودلوقتي حضرتك هتشوف في استكمال الفيديو احنا طبعا بنطلع الدهون. حضرتك شايف الخرطوم مش باين فيه اي نقطه دم، تمام، لحد ما بنوصل الجناب اللي حضرتك يعني اثرتها وظهرت. أيوة، الجناب دلوقتي ظهرت. الراجل ده هو اسعد انسان في الدنيا. لو راجل من غير جناب لا ده حاجه فريده من راجل بلا جناب، ودي حاجه هايله. هنا بقى بيتحرك لوحده يا دكتور خالد، ويتقلب لوحده خالص من الجنب للجنب التاني. جميل، وهو بيتقلب، وبعد كده نبتدي حضرتك محدد اهوت العضلات، محددين شكل العضلات قبل. أيوة، ما بنشتغل بنرسم العضلات في وضع. أيوة، الحركه، تمام، وفي وضع السكون. أيوة، اللي بيها نقدر نبقى عارفين لما بتتحرك. عارف حضرتك لما ما بين الحركه والسكون، الحركه العضله بتتحرك مليمترات. المليمترات دي لازم نعلم عليها. لما بنظهر هذه المليمترات ونحفرها وننحتها، ايوه، حوالين العضلات، اه، حركة العضلة تبان من تحت الجلد. شوف حضرتك هنا بينام على ظهره تاني أنا. أيوة، والراجل بيتنقل لوحده، هو متفاعل معاك خالص لأن مخدر موضعي. والميزة كمان أن هو ساعة ما بنحتاج أن هو يشد عضلاته أثناء النحت أطلب منه شد عضلات بطنك، شد عضلات صدرك، شد عضلات ذراعاتك. أيوة، بطريقة ما أقدر بيها أحدد فعلا الرينج بتاع العضلة اللي أنا رسمته قبل العملية،
متناسق مع الرينج بتاع العضلة اللي موجود بعد ما شفطته كل الدهون اللي على العضلة. الفكرة هنا انت بتعملش بني ادم تاني. انت بتعمل لهذا البني ادم. ايوه علشان كده لو حضرتك لاحظت في الصور اللي فاتت كان في واحد عنده بطن فيها 6 باك ابدومين وفي واحد عنده 4 يعني 4 2 يمين و2 شمال. طب ليه؟ ده اناتومي، ده تشريح. هو تشريح. انا ما بمثلش. أيوة. ما بخترعش شكل عضلات، انا بظهر لك الحاجة الموجودة اوريدي في جسمك. هو ده ما فيهوش درجة ترهل كبيرة. ايوه. لكن الناس اللي فيهم درجات كبيرة من ترهل الجلد بيستجيبوا استجابة مذهلة للتكنيك ده. ده إجابة على سؤال حضرتك. أيوة. لو كان عندي ترهل في الجلد هيحصل إيه؟ الاستجابة مذهلة، الجلد بيرد جامد جدا وبيرجع تاني وممكن كمان يظهر شكل العضلات على الرغم من إنها كانت متغطية بكميات كبيرة جدا من الدهون وغير ظاهرة بسبب وجود الجلد المترهل. يعني كلمة بيرد دي معناها ان الدكتور حسام ما بيقصقص جلد من الزايد وبيسيبه بس كده يرد مكانه، ولا بيبقى ايه الاجراء؟ ده اهم سؤال في يعني القرن 21. وحضرتك سألته. وانا بقى هجاوب عليه. انا بجاوب عليه في المؤتمرات. يعني لانه فعلا محير. انا اول حاجه جات لي في دماغي هي دي. انا بجاوب عليه في المؤتمرات العلميه. عشان الاطباء بيكونوا فاهمين اللي انا بقوله. تمام. انا هقوله من خلال حضرتك دلوقتي وطريقتك المبسطه نبسطه للناس. في الياف تحت الجلد رابطه الجلد بالانسجه الليفيه المغطيه للعضلات، اللي هي الكونكتيف تيشو او الانسجه الضامه. تمام. الانسجه الضامه دي مع زياده الكتل الدهنيه تحت الجلد بيحصل لها ستريتشنج او تمدد. ولكنها لحسن الحظ في معظم الناس لا تفقد مرونتها الا اذا تخن بشكل كبير جدا جدا جدا. فاذا لحقنا هذا الانسان في المرحله دي، مرحلة ان الانسجة الضامة اللي بتضم الجلد على العضلات لسه في مرونتها، نسميها من البلدي مرحلة الاستيك. مرحلة الاستيك. فعلا مرحلة الاستيك فعلا. يعني انسجة الضامة لسه تقدر ترد الجلد. أيوة. ترده تاني وتلزقه على العضلات. سليم. الفكرة بقى هنا ازاي يستطيع الطبيب ممارس هذه العملية انه يحافظ على كفاءة هذه الأنسجة الضامة. أيوة. وتبقى موجودة ما تتكسرش أثناء عملية شفط الدهون. لو أنا بشفط الدهون كسرت الأنسجة الضامة، قطعت الأنسجة الضامة، الجلد سقط، ما فيش حاجة تعرف تحطه مكانه ويحصل ترهل. يبقى هنا الكفاءة المطلوبة والتدريب المطلوب إن احنا نشيل. كان زمان يا دكتور خالد وحضرتك سيد العارفين يقولك إيه؟ عشان أشد الجلد زود الحك والكحت في الجلد تحت الجلد اثناء شفط الدهون، يعني تروما اكتر. يعني صحيح. اخبط كتير فيعمل تليف فيشد الجلد وكميه دم رهيبه كانت بتنزل في العمليات دي. بالظبط. ده بقى الكلام انتهى اطلاقا. العلم المنطق، المنطق قبل العلم. هو اقل تروما، ذا ليس ذا تروما ذا مور ذا سكين ريتراكشن، يعني أقل الحركات والإصابات للأنسجة الضامة. أيوة. يعني أتحرك ببساطة وبهدوء تحت الجلد وبتكنولوجيز متقدمة تخليني أقدر أطلع الدهون دي من مكانها من غير ما أثر على الأنسجة الضامة، يحصل إن الجلد يتشد بشكل كبير. إحنا بسطناها قوي كده يا دكتور حسام وأعتقد إنها وصلتكم كلكم. لكن في سؤال تاني بقى، هو إحنا مسألة البطن فهمناها، لكن أنا ممكن يكون البطن كويسة، الصدر كويس، لكن الإيدين، الدراعات تعبانة، لا في العضلة اللي بيسموها الدالية الديلتويد ولا البايسبس ولا الترايسبس، يبقى شكلي يعني يضحك. الكلام ده هل في حل؟ وليه حل؟ هنشوف مع الدكتور حسام تحسين بعد الفاصل.
عدنا لحصة قراءة ونحت الجسم عالي التحديد. ده النحت الديناميكي، ده الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. وقبل بس ما ندخل في التفاصيل عايز اوصل جملة صغيرة، شفط الدهون ليس عملية تخسيس. انا مش رايح اشفط الدهون عشان اخس، دي جملة نحطها على جنب كده ونبدأ بعد كده الحلقة مع الدكتور حسام تحسين. وكنا سألنا قبل الفاصل الدراعات، قلنا ده البطن والكلام ده، لكن هل الدراعات في حل؟ الدراعات ليها حل، بس هاخد طرف الكلام بتاع حضرتك. هل شفط الدهون للتخسيس ولا مش للتخسيس؟ حضرتك اكوردنجلي او على حسب الدراسه اللي اتعملت في 2012 من الجمعيه الامريكيه لجراحه التجميل، في حوالي 40% من الناس التخان الموربد اوبيز اللي هو معامل كتله جسمهم اكتر من 40 بيعملوا شفط دهون. طب مين؟ طب اقل يعني، ونفس النسبه بيعملوا عمليات تدبيس تكميم المعده وتحويل المسار وهذا الكلام. طيب مين يعمل ايه؟ مين يعمل ايه؟ هو الموتيفيشن. هل انت عندك الدافع النفسي الصحيح انك انت تغير حياتك وتصنع سعادتك بايدك، ولا عايز غيرك يعملها لك، ولا عايز غيرك يساعدك انك تعملها؟ الاجابه على يعني مالتيبل تشويسز، احد الاختيارات. عايز حد يعملها لي، انا انسان كسول جدا، انا مش هعمل دايت، انا مش هتمرن، انا مش هروح، انا مش هاجي، انا عندي مشاكل ضغط، انا عندي مشاكل سكر، انا عندي كذا، انا عندي كذا، ركبي بقتش قادره تشيلني، معامل كتله الجسم بقيت سوبر اوبيز، عديت ال 50 مش بقيت 40 بقى تكميم، عديت ال 50 معامل كتله الجسم مش سن. لا فاروح بقى اعمل عمليات المعده تحويل المسار وكلام. لا انا موتيفيتد، انا عندي اراده، حافظ على نفسي، عندي اراده، اذا هنساعد حضرتك وهنقدر نطلع لك كميات كبيره جدا من الدهون على فكره في المره الواحده. بس على سيشنز مختلفه، ممكن 2 اور 3 سيشنز، على مرتين او ثلاث مرات وهتفقد الوزن، بس بشرط حضرتك هتساعدني وتغير حياتك بايدك. انت موتيفيتد، انت عندك الدافع، انا هساعدك. ايوه الانسان يا دكتور خالد مش زرار ادوس يمين يعمل كذا، ادوس شمال يعمل كذا. الانسان حياه وروح وموتيفيشن. احنا عايزين نموتيفيت الناس، احنا بنصنع السعاده، بنغير الحياه، مش بنشفط الدهون. أيوة. ومش بنعمل عمليات تجميل، بنصنع السعادة للناس. صح، بخليه اكثر انتاجا وقدره على التفاعل مع المجتمع بتاعه. هنرجع لسؤال حضرتك بخصوص الذراعين. الذراعين في السيدات والرجال مختلفين تماما. في ستات عايزه، في رجاله الراجل دايما عايز دراعه متناسق وكويس. انا دايما دايما بقول للناس قبل ما نعمل عمليه النحت الديناميكي، طب واخبار دراعك ايه؟ يقول لي دراعي كويس يا دكتور، هروح انا هتمرن بتاع، انا كويس قوي، اعمل لي بطني وصدري وظهري. اقول له حاضر يا فندم. بعد العمليه يقول لي يا ريتني يا ريتني عملت دراعاتك. يا ريتني عملت دراعاتي. ليه؟ لان ما ينفع شكل صدره وعضلاته وبطنه مش متناسق خالص. عايز بقى، احنا اتكلمنا عن التناسق صحيح بالظبط. عايز كتف منحوت وعضلات البايسبس والترايسبس والدلتويد، العضله الداليه باينه. احنا بنعمل ايه؟ بننحت عضلات الذراعين وبنبين العضلات بحرفيه شديده جدا، ومن غير ما تبان لحظه ان انا عملت فيها حاجه عشان تبان. والاكثر ان احنا ممكن ناخد بعض الدهون ونحقنها جوه العضلات لو كانت عضلاته ضعيفه. مش كل الناس بنعمل لها كده، ولكن بعض الناس اللي بيطلبوا كده. طيب ده كده العضلات هتبقى طريه بقى يا دكتور حسام؟ لا مش هتبقى طريه، لان بحقن ما بين الالياف العضليه، بتدي الشكل، بتدي الشكل، لكن هي بتفضل عضله قويه. طب الستات في ثلاث نماذج مختلفه. في واحده عايزه دراع رفيع، في واحده عايزه دراع ملفوف مش رفيع مش باين، وفي واحده عايزه دراع معضل. دراع معضل دي مش في الثقافه اللي عندنا العربيه، مش ستات ما بيعوزوش دراع معضل، ولكن معظم الستات بيشتكوا من حاجه مهمه قوي وتمسكها بايديها. ومش عارف ليه اطباء التجميل بيغفلوا عنها. ليه كل ده يعني الزملاء بنعمل شفط دهون من الجزء ده؟ طب يا فندم امال ده سايبه لمين؟ صحيح. دايما الست لما تيجي تمسك دراعها تقول ده يا دكتور، هي بتعمل دراعها كده ويبقى اللي تحت. هي احنا دايما بنروح ناحيه ده. طب ماشي اعمل ده، لازم تعمله. طيب واخبار ده ايه؟ اخبار الكتف ايه؟ ستات كتير مكان تراكم دهني غريب في دراع الستات،
هو عند تحت عضلة الدالية على طول تحت الكتف، الجزء ده بيبينها عريضة من فوق. فبتقولي أنا ببان عريضة في الصور، أنا ببان عريضة في اللبس، أنا باجي أحط دراعي ألبس أضطر أشتري هدوم كبيرة عشان تغطي دراعاتي، عشان تغطي دراعات، مش علشان الجزء الخلفي بس من الدراع، لا كمان عشان الجزء الخارجي من الدراع. فبننصح الزملاء وكل حد يتفرج علينا، بص على الحتة دي، بص على الحتة، بص عليها. طب بص نشوف كمان على الترهلات الزيادة، نبص برضو على الترهلات الزيادة ونشوف ازاي التعامل معاها. يعني الصورة دي يا دكتور حسام، في الحقيقة برضو مهمة جدا جدا ان احنا الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، الاستيك اللي هي الانسجة الضامة اللي بترد الجلد على العضلات، ازاي لو قدرت احافظ عليها من غير عمليات جراحية، من غير قص للجلد، عن طريق النحت الديناميكي فقط في بطن مترهلة بالشكل ده. الكلام ده لو كان من كام سنة لازم هيتعمل له عملية الديرمالايباكتومي أو قص ترهلات الجلد، استئصال الدهون والجلد الزائد في أسفل البطن. لكن احنا دلوقتي في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه في اللحظة دي النهاردة، التكنولوجي واستيعابنا للتكنولوجي وقدرتنا على تنفيذها اختلف تماما. فبقينا بنوظف زي ما أنا بوظف الحالة علشان تساعد نفسها، أنا بوظف الجسم عشان يساعد نفسه. بوظف الحالة عشان تساعد نفسها بأنها يمشي على دايت، وأنه يعني يغير اللايف ستايل بتاعه والرياضة. زي الراجل ده، الراجل ده كرش صدر بطن مترهلة، إزاي يطلع بعد العملية جلده مشدود ما فيهوش ترهل، العضلة بطنه بدأت تبان، العضلة كمان بدأت تبان، والصدر عضلات صدره بدأت تبان. إزاي هذا الكلام؟ إزاي الكلام ده لو قلناه في أي مكان مش سبورتد بتجارب حقيقية وصور محدش هيصدق. يعني لو أنا هنتكلم من غير تجارب حقيقية وصور محدش هيصدق، يقول إزاي الجلد ده لازم يتشال، الجلد ده لازم يتقص. أقول له لا، إحنا ممكن منقص الجلد لو استخدمنا توظيف الجسم في صالحي مش ضدي، وتوظيف الإنسان لمصلحته مش ضد مصلحته. فلسفة النحت بتعتمد على إن التكامل ما بيني وما بين فيسيولوجي بتاع الجسم والتشريح، وما بين أنا متكامل معاه والإنسان والحالة نفسها تتكامل معايا. اللي أعمله حضرتك تكمل عليه، مش أنا أعمل حاجة وبعدين اللي هو اتنين. واحد يا دكتور، أنا بروح الجيم وبتمرن، أنا بحاول أخس بقالي كتير لكن عندي أماكن كذا وكذا وكذا مش راضية تروح. أو نفس الحالة برضو دي، راجل موتيفيتد، راجل عنده دافع قوي، أنا عايز أشوف نفسي واحد تاني، أنا عايز أشوف اللي كان من كام سنة قبل ما يحصل لي كذا وكذا وكذا، ده موتيفيتد. الشخص التاني بقى دكتور خالد اللي هو إيه، دكتور حسام أنا زهقت من الدايت وزهقت من الرياضة، أنا طبيعة شغلي برجع كل يوم بالليل آكل، حضرتك حاولت تخس قبل كده؟ أنا حاولت أخس ومش عايز أخس تاني وأنا بحب الأكل. لا ده خلاص، ده سلبي خالص. الإنسان السلبي ليس غير مناسب إطلاقا، أنا بدور على الإنسان الإيجابي. يعني الإنسان ده مش مكانه عيادة جراحة التجميل وشفط الدهون، ده بقى الأول نأهله نفسيا إنه هو لازم يتغير وبعد لو كده نستقبله. بالظبط. أعتقد إن النهاردة فهمنا هذا المصطلح المهم جدا، النحت الديناميكي، ازاي نقدر نخس نشفط الدهون، والاهم ان احنا نتحول الى جسم متناسق بيبعت رسائل سعادة، بيبعت رسائل بهجة في كل مكان يحل فيه. انا شاكر جدا 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 يا دكتور حسام على هذه الحلقة. الحقيقة يعني أنا سمعت فن وسمعت فلسفة وسمعت طب، والتلاتة لازم يتكاملوا مع بعض في جراح التجميل. جزيل الشكر للدكتور حسام تحسين. وكلمة أخيرة لو دكتور حسام تحسين استشاري التجميل عايز يقولها للمشاهدين والمشاهدات. شكرا دكتور خالد جدا جدا جدا. أنا عايز أقول كلمة واحدة بس، keep yourself motivated. ادي لنفسك الدافع أنك تعيش حياة مختلفة. motivate yourself. كلنا مرينا بفترات اكتئاب واتضايقنا من حياتنا وقعدنا في بيوتنا وقعدنا ندور على حاجة تطلعنا من بيوتنا. motivate yourself، ما تستناش حد يديلك الدافع،
طلع الدافع من جواك وعند اول ما يطلع بس الدافع من جواك وتتحرك هتلاقي 500 ايد بتساعدك. صح. بس تتحرك. الإرادة هي كلمة السر في الطب عموما وفي جراحة التجميل خصوصا. جزيل الشكر للدكتور حسام تحسين، استشاري جراحة التجميل طب قصر العيني جامعة القاهرة. جزيل الشكر لكم ولفريق الإعداد رغدة هاني سامر عرفة وللمخرج علي السمير. السبت القادم 5 بالضبط نلتقي مع حصة قراءة.